بدي أقول تحية للممثل القدير ناصر قصبي، الممثل السعودي يلي نحن كمان بنفتخر فيه وبنحب كل أعماله. ليش ما حطيتيه بت... لأنه حاب يكون هو رئيس لجنة تحرير الفيفا. إيه حلو، فمنحطه هيك بخانة خلي واو. تشكيلتان تبع النادر وتبع دليدا، هات لنشوف. نبدأ بالنادر ولا أوكي؟ حناخد نادر. وائل كفوري، حارس مرمى. ليه حارس مرمى وائل كفوري؟ لأنه حارس الغنية اللبنانية. حلو حارس الغنية. حلو. حنشوف الدفاع. أوه. عاصي الحلاني، ماجد المهندس، تامر حسني، وكاظم الساهر. كل واحد شكل. ايه، لأنه كل واحد عم بدافع عن تراث بلده. بتحس ريحة بأبو الوليد، بتحس ريحة البقاع، ريحة مصر بتامر. حلو. عرفت؟ الوسط شيرين، يا سلام. إحساس نانسي كمان إحساس، إليسا إحساس، ونجوى صوت قوي. والله منقي تنقاية مرتبة. والله شو هالفريق الفريق قوي. الهجوم حسين الجسمي وراغب علامة. حلو. أوه. حلو كثير طبعا. كمان حلو. إيه، المدرب وديع الصافي الله يرحمه. معلم. إيه، والحكم فيروز. حلو. الله يطول بعمره. ومدير الفريق جورج والسوف كمان. حلو. الله، تشكيل مرتبة. سمع يعني عمالقة الفن أول شيء. على مين حقا، تشكيلتك ولا تشكيلته؟ خلينا نشوف تشكيلة دليدا. والله كمان عندها تشكيلة. بس الحراسة زياد برجي. ليه؟ لأنه بيحرص على أعماله. حلو. ووقتها بيكون موجود بفيلم سينما أو مسلسل. يعني دايماً بيسعى أنه يقدم الأفضل. طيب الدفاع، يا سلام. سلافة معمار، ريم عبد الله، أمينة خليل، وورد الخال. لأنه بيمثلوا أربعة من العالم العربي، من جيل ومن الممثلات القادرات اللي نحن بنفتخر فيهم. وكل واحدة ببلدها هالك. طيب الوسط، خالد القيش كان قاعد محلك، باسم مغنية، ودليدا خليل، ومحمد العاشم. قلت بلعب هون لعبة. عمود أحشي حالة وانت ما حط حالة. طيب وسط حطيت حالك. أنا قلت بلعب لعبة هون هيك من. طيب. كتير شاطرة بالفوتبول بالنص. طيب. ما حدا بتأثر. الهجوم حاطة يعني رامي عياش ومحمد إمام. طبعا، لأنه رامي ومحمد نيناتهم بيصيبوا ولا مرة بيغلطوا بال الشيء اللي بيقدموا لنا اياه. بعدين محمد امام ليك وسطته معه ابن الزعيم يعني. طيب ما في. طيب طيب الله يطول بعمره. كمان المدرب المخرج مروان، المخرج الكبير مروان بركات. طبعا تحياتي له، مخرج عظيم. واخترتي الحكم صديق عمري ورفيق واللي جاينا كمان لاحقا على بسام كوسا. شو بدي اقول عن استاذ بسام كوسا؟ يعني قد ما احكي قليل، بعتقد تعرفوا اكثر مني. بس اسمح لي زيد حدا على الليستا. طبعا بدي اخذ اذنه لنادر لانه بحق له يقول لا، يرفض. بدي اقول تحيه للممثل القدير ناصر قصبي، الممثل السعودي يلي نحن كمان بنفتخر فيه وبنحب كل اعماله. ليش ما حطيتيه بت... لانه حاب يكون هو رئيس لجنه تحرير الفيفا. ايه حلو، فبنحطه هيك بخانه خلي واو زبطت. خلي يكون زبطت. موجود زبطت حالها. طب انا بدي احط كمان بالوسط ضيف الملك احلام. يا سلام، ما كنت حطيتها من الاول انتوا اثنين، بقى حطيتوهم بالاول بشيء غير يعني. بس تعوز حدا بس تعوز حدا بالاحتياط يفوت يكسر الدنيا يقلب النتائج هيك نحن. طيب